وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل سابع أشواط هذا اليوم، وهذا الشوط خاص بالزمول المحليات الأصايل. انطلق هذا الشوط وانطلقت واندفعت شعارات أبناء القبائل لتتنافس هنا في ختامي المرموم 2013. أتمنى التوفيق لي ولكل المشاركين. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط ومن يحتل المركز الأول في هذه اللحظات هنا الواعي، تعود ملكية الواعي لعبد الله بن سالم بن علي الشامسي على مقدمة الشوط ويحتل الصدارة في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني مفوض، تعود ملكية مفوض لضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي، غير في هذه اللحظات لينتزع المركز الأول، بينما المركز الثالث متعب لي انهيان بن حمد بن هيان العامري على المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، صوغان لسعيد بن مبارك بن جزيعي الاكتبي، والمركز الرابع ومن يتقدم من خامس المراكز إلى المركز الرابع، ظبيان لراشد بن خميس بن كراز السبوسي. المركز السادس اللي في هذه اللحظات الطف، الجمعة بن محمد بن خلفان المزروعي، ولكن أرى المهلهل أيها الأعزاء يتقدم لينتزع المركز السادس. المهلهل من يتهلل في هذا الشوط ويتهلهل الآن يتقدم إلى المركز السادس، المتلع بن مسلي العتيبي ضيف عزيز من دولة قطر الشقيقة. ننتقل إلى المركز الثامن هنا أيها الأعزاء الطف، جمعة بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. المركز التاسع أيها الأعزاء اللي من الجانب الآخر ويتقدم في هذه اللحظات هنا زيدان مطر بن محمد الضبيع الاكتبي، وعاشر المراكز يتقدم في هذه اللحظات صوغان لسلطان بن جراح بن سالم الاكتبي، وأيضا دخول على عاشر المراكز وتقدم من الذهب لحمد بن معيوف بن محمد العامري. هذا هو نداءنا الأول أيها الأعزاء للعشرة المراكز المتقدمة الأولى، ولكن الأراء مقدمة الشوط وراء صدارة الشوط، هناك تغيير من مفوض لضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في هذه اللحظات، يرقص في هذا الشوط رقص ممتاز ويتقدم على كل المشاركين. أول 2 كيلومتر تنقضي مشاهدينا الأعزاء من مسافة الشوط، أرى المتسلل والمتقدم إلى المركز الثاني ظبيان لراشد بن خميس بن كراز السبوسي، غير إلى المركز الثاني، وأيضا دخول والتسلل في هذه اللحظات زيدان لمطر بن محمد بن ضبيعة الاكتبي إلى المركز الثالث. المركز الرابع الواعي لعبد الله بن سالم الشامسي. المركز الخامس أيها الأعزاء، من يتقدم ليخطف رابع المراكز في هذه اللحظات، الذهب لحمد بن معيوف بن محمد العامري. المركز السادس الواعي لعبد الله بن سالم الشامسي، وسابع المراكز أيها الأعزاء هنا الطف لجمعة بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. المركز الثامن اللي يتقدم وخذ المركز السابع في هذه اللحظات هنا صوغال سعيد بن مبارك الجزيع الاكتبي. المركز التاسع أيها الأعزاء تاسع المراكز، المركز التاسع مشاهدينا الأعزاء ظبيان، تعود ملكية ظبيان اللي على تاسع المراكز ويتقدم في هذه اللحظات، سنتعرف عليه في وقت لاحق. ننتقل إلى المهلهل على شعار بن جدة اللي على المركز التاسع، مشكور يا رعم صيحة محمد بن جدة المنصوري. عموما سنتعرف على المركز التاسع اللي ينتقل ويتنقل بين المراكز المتقدمة إلى الأمام. المركز العاشر المهلهل المتلع بن مسلي العتيبي شعار قوت، أراه مشاهدينا الأعزاء يتقدم في هذه اللحظات مع متلع بن مسلي إلى المركز التاسع وفي طريقه إلى الثامن وإلى المراكز المتقدمة الأولى. إذن المركز السابع في هذه اللحظات المبارك بن سرداح العتيبي، مياس اللي ما تعرفنا عليه قبل قليل، هذا هو المبارك بن سرداح العتيبي اللي يتقدم في هذه اللحظات إلى المراكز المذاعة. أعود مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة الشوط وإلى المركزين الأول والثاني، ومنافسة قوية على صدارة الشوط.
ما بين مفوض وما بين زيدان، زيدان ومفوض، من ينتزع ناموس الشوط أيها الأعزاء؟ لمن ناموس الشوط؟ من هذه الزمون؟ من له الشوط؟ من له ناموس الشوط؟ يا سلام يا سلام، سنبارك اللي بيفوز ونهني الفائز في هذا الشوط بعد نهاية الشوط لتنهال الاتصالات والتبريكات على الفائز بناموس الشوط. يا سلام، معركة الأشواط المرموم، معترك الزمول أيها الأعزاء. يا سلام يا سلام يا سلام، أرى التغيير في هذه اللحظات. مفوض، مفوض يتقدم لضاحي بن جمعة بن سعيد العميمي. يا سلام يا سلام، ثلاثة أسماء على الصدارة مشاهدينا الأعزاء. المركز الثاني هنا زيدان لمطر بن محمد بضبيعة الاكتبي، والمركز الثالث اللي يتقدم بقوة الذهب لحمد بن معيوف بن محمد العامري. المركز الرابع هنا التقدم في هذه اللحظات من الطف جمعة بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي، والمركز الخامس اللي يتقدم أيضا صغال لسلطان بن لسلطان بن جراح بن سالم الكتبي. المركز السابع أو السادس، المركز السادس اللي يتسلل شعار بن منانة أو شعار بن هيان لنهيان بن محمد بن ركاض العامري يتقدم في هذه اللحظات. المركز السابع عموما مشاهدينا الأعزاء، المركز السابع أرى تقدم في هذه اللحظات من بعض الشعارات التي تتقدم هنا. المركز السابع ظبيالي راشد بن خميس بن كراز السبوسي. المركز الثامن المهلهل، يا سلام يا سلام، يتقدم المهلهل 1800 متر لينتزع المركز السابع. المركز الثامن في هذه اللحظات اللي عند بن جراح. المركز التاسع، المركز التاسع ومن يحتل تاسع المراكز الواعي عبد الله بن سالم بن علي الشامسي. عاشر المراكز مياس المبارك بن سرداح العتيبي على المركز العاشر، هذا هو نداءنا. وأعود إلى مقدمة الشوط. يا سلام، 1400 متر، 1400 متر يا مضمرين، يعني ما باقي شيء، ما باقي شيء من عمر هذا الشوط إلا أمتار قليلة وأمتار محسومة بتطويها السبك. طي يا سلام، الله، الطف على مقدمة الشوط يتحمل مسؤولية قيادة هذا الشوط. الطف جمعة بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. يا سلام، الله الله، المركز الثاني، المركز الثاني ما زالت مقدمة الشوط مع أهل سويحان. يلا يا راعي سويحان، حافظ على هذه الصدارة. يا سلام، استجاب للنداء، استجاب للنداء، وأيضا بالإغراب يرشح من على مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام، والسلام سينتقل على مسؤولية بن إغراب إلى أهل سويحان، إلى أهل سويحان. يا سلام يا سلام، المركز الثاني، القدوم والخطورة بانت من الذهب، الذهب في شوط الذهب في مهرجان الذهب. حمد بن معيوف بن محمد العامري يرفع راية التهديد ويعلن الملاحقة. يا سلام، يلا بنعود، نعود إلى الطف، هل يواصل الطف أم يكون للذهب حمد بن معيوف بن محمد العامري؟ إذن هل العين وهل السويحان في تنافس قوي على المركزين الأول والثاني؟ ولكن أيها الأعزاء، يبدو بأن الطف، يبدو بأن الطف سيحسم مجريات الشوط. باقي وقت، أمتار ثقيلة، أمتار ثقيلة. يلا راعي الطف، يلا يا راعي الطف، حافظ على تقدم الطف وعلى السلام اللي اهديناه لأهل سويحان. ولكن أرى ما زال جمعة بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي والشعار بن جراح قادم، شعار بن جراح قادم على ثالث المراكز، وأيضا شعارات تراها تتقدم. يا سلام، 400 متر، 400 متر، وما زال، ما زال الطف مشاهدينا الأعزاء يتهادى في مقدمة الشوط. الله، بالركاب قادم وبن جراح قادم، وأيضا قدوم من الغويس. ولكن يا سلام يا سلام، شاهين نهيان بن محمد بن ركاض العامري، شاهين. يا سلام، بالركاض، بالركاض يختطف ناموس الشوط، يختطف ناموس الشوط. سلام، وين السلام؟ سلام لأهل اليحر في هذا الصباح وفي هذا الشوط، وترشيح بن مية يتقلب في هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك شاهين نهيان بن محمد بن ركاض العامري، تهانينا والناموس عضات الوصول. المركز الثاني مياس لخليفة بن خميس الغويس السويدي. المركز الثالث، المركز الثالث صوغال لسلطان بن جراح بن سالم الكتبي. المركز الرابع، وصل في رابع المراكز شاهين لسعيد بن محمد بن سعيد العامري. المركز الخامس، الذهب لحمد بن معيوف بن محمد العامري. تهانينا
وإنهم مس جميع الفائزين في هذا اليوم وفي هذا المهرجان الكبير. مشاهدينا الأعزاء، المركز الأول كان مع مالك شاهين انهيان بن محمد بن ركاض العامري، 9:59 جزء واحد من الثانية. تهانينا لمالك شاهين انهيان بن محمد بن ركاض العامري، وتهانينا والناموس لكل الفائزين. إذا السلام اتجه إلى أهل اليحر مع شاهين، سلام على شاهين وعلى أهل اليحر وعلى أيضا بن ركاض على هذا التقديم الممتاز. هذا هو المركز الأول. المركز الثاني ننتظر لحظات وصوله إلى خط النهاية وإلى التوقيت الزمني. إذا شاهين المركز الثاني كان من نصيب مياس، 9:10 من الثانية. تهانينا لمالك مياس خليفة بن خميس الغويص السويدي. المركز الثالث صوغان، توقيت صوغان 10:01.5 من الثانية. تهانينا والناموس لسلطان بن جراح بن سالم الاكتبي.